سلطة الأسد تصعد بالرصاص ضد محتجي السويداء، والهجري يدعو للجهاد ضد ميليشيات إيران. لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تحذر من تصاعد العنف في البلاد وتطالب باستجابة دولية عاجلة. بمشاركة قرابة 400 داعية، انعقاد مؤتمر الدعوة النسائية الأول في مدينة إعزاز شمال يحد. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أصيب عدد من المحتجين في مدينة السويداء بإطلاق نار مباشر من عناصر سلطة الأسد بمبنى حزب البعث في المدينة. من جانبه دعا شيخ الطائفة الدرزية لعدم الانجرار للعنف، محملا حزب البعث كامل المسؤولية وداعيا للجهاد ضد ميليشيا إيران التخريبية. بدأت سلطة الأسد بالرد على مظاهرات السويداء بلغتها المعهودة. هذه المشاهد الواردة اليوم من مدينة السويداء لتفريق المتظاهرين من قبل عناصر حزب البعث المسلحين تعيد للأذهان تلك المشاهد التي كانت ترد من جارتها درعا وباقي المحافظات السورية قبل 13 عاما. مراسل حلب اليوم قال إن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق النار أثناء توجههم من ساحة السير وسط المدينة إلى مبنى حزب البعث لإغلاقه مجددا بعد أن أعادت سلطة الأسد فتحه كنوع من التحدي لأبناء المحافظة. وهنا تبدي صور مطلقي النار تأهبهم لصد المتظاهرين بالرصاص. من سطح مبنى حزب البعث في السويداء إلى دار الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية يتكامل المشهد ليبين الفارق بين أبناء المحافظة وسلطة الأسد التي اتخذت موقف الحرب ضدهم بعد أن طالبوا بإسقاط بشار الأسد. بحضور الشيخ حكمة الهجري رئيس طائفة الموحدين الدروز يتلو أبناء السويداء بيانا لإعادة وضع النقاط على الحروف في مسيرتهم الاحتجاجية ضد سلطة الأسد. يؤكد البيان على الاستمرار بالمظاهرات محذرا من الانجرار نحو العنف، ومعتبرا أن كل من يساند حزب البعث فهو خارج من القيم والأصول الدينية. يقول الشيخ الهجري في البيان إنه ليس مستغربا مما حدث، مضيفا أنه حذر في وقت سابق من الضرر الذي سيلحقه الحزبيون بأبناء المحافظة. يؤكد الشيخ الهجري في البيان أيضا على ضرورة حماية موظفي الدولة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب التحذير من بث الفتنة بين مكونات المحافظة وعائلاتها أيضا. يصف الهجري وجود إيران في سوريا بالاحتلال داعيا للجهاد ضد الميليشيات التخريبية. تتصاعد الأحداث في السويداء ويبدو أنها تتجه نحو صدام محتوم بين الشعب وسلطة اختارت الحرب ضده. ينضم إلينا السيد مهند شهاب الدين، معتقل سابق ومتظاهر في الحراك الشعبي في السويداء، يحدثنا من السويداء. مرحبا بك معنا سيد مهند. هل أنتم مستمرون بالتظاهر رغم إطلاق النار اليوم الذي حصل في مدينة السويداء؟ مساءكم ومساء الحرية من السويداء هنا سوريا. نعم، نحن مستمرون ومصرون على مواصلة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية حتى تحقيق سقف المطالب التي يعني ومنذ اليوم الأول نطق بها أحرار السويداء ومنتفضيهم المشاركين في الحرار. الشعب يريد إسقاط النظام ومنظومة الفساد والاستبداد. مصرين ومستمرين ولن نترك الساحات، فالساحات هي خيارنا الذي ننتمي إليه ونصر على أن يبقى هو خيارنا السلمي نحو تحقيق هدفنا. لماذا يدفع النظام برأيك سيد مهند نحو الصدام العسكري؟ طبعا أنتم لا تريدون ذلك، لكن النظام لماذا يصعد عسكريا؟ تماما، النظام لا يملك إلا لغة الرصاص التي استخدمها ومنذ اليوم الأول مع ثوار سوريا منذ 2011 وحتى الآن. الثقافة التي يمارسها هي ثقافة القتل، ثقافة صوت الرصاص والبراميل والقتل والمجازر
والكيماوي. لذلك نحن نصر على ما نملك من قوة، قوتنا هي السلمية، قوتنا هي الأقلام والورود والصرخات والصوت الذي سيصل لا شك إلى العالم أجمع، باعتبار أن السويداء تشكل الحالة السلمية التي لا يستطيع النظام أن يقول أننا متطرفون أو إرهابيون أو غيره، باعتبار أن المجتمع المدني في السويداء في الأساس بقي طول فترة هذه الحرب وتجنب الدم السوري عندما حرم الشيخ الشهيد أبو فهد وحيد البلعوس التحاق أهالي السويداء في هذه المجزرة انطلاقا من قاعدة الدم السوري على السوري حرام. لكن الآن يعني النظام يدفع ربما نحو المواجهة، في حال الوصول إلى نقطة يجب فيها المواجهة، ما هي الأدوات الممكنة بين والمتوفرة بين يدي أبناء محافظة السويداء؟ ما هو دور قوات رجال الكرامة برأيك؟ يعني سنترك ما يفاجئ النظام إلى ما سيفاجئه لاحقا. نحن سيكون خيارنا الوحيد الآن السلمية والسلمية الكاملة، توجيهات الشيخ سماحة الشيخ حكمة الهجري واضحة، وقالها اليوم في بيانه برسائل واضحة وحقيقية، قال نحن أهل سلم سنعتمد على ضبط النفس، لا نسعى للمواجهة، لأن النظام يعي تماما أن المجتمع المحلي في السويداء هو مجتمع مبني على يعني عائلات ومبني على علاقات القربة، إن كانت قربة أو قربة نسب، وهذا النظام يسعى لخلط الأوراق وإحداث فتنة أو اقتتال داخلي ما بين عوائل الجبل، لأننا ننتمي يعني بالضرورة كما أسلفت لك إلى قربة، إما قربة دم أو قربة نسب. أشكرك. نقطع دابر هذه الفتنة، نقطة أخيرة لو سمحت. تفضل. نقطع دابر هذه الفتنة، ونحن من خلال منبركم الكريم نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي، إن حزب البعث هو ليس حزبا سياسي باعتباره استخدم الرصاص، فهو حزب عسكري إرهابي مارس هذا الرصاص في حق شعب أعزل. لذلك لابد أن يندرج اسم هذا الحزب كما باقي الأحزاب الإرهابية ضمن قائمة الإرهاب. أتمنى أن يصل هذا الصوت إلى المجتمع الدولي، لأننا بحاجة ماسة الآن لأن يعني توقيف دور هذا الحزب. أشكرك. أشكرك سيد مهند شهاب الدين، معتقل سابق ومتظاهر في الحراك الشعبي في السويداء، حدثتنا من السويداء. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا بلغ أكثر من 21 مليون شخص، منهم نحو 8.5 مليون طفل وفق بيانات المفوضية السامية، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين ما يقارب 5,200,000 لاجئ حول العالم. وفي ذات السياق، قالت صحيفة دير شبيغل في تقرير لها إن سوريا ما تزال تواصل انحدارها نحو هاوية الانهيار الاقتصادي، مدللة على ذلك بسعر الصرف الليرة السورية، حيث كان تصريف العملة السورية في السوق السوداء عند حدود 7,500 ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن تتهاوى الليرة إلى 14,000 مقابل الدولار الواحد، لتخرج مظاهرات في مدينة السويداء بعدما قطعت سلطة الأسد الدعم عن الوقود في آب الماضي وفق الصحيفة. أكدت الأمم المتحدة في تقرير لها تعمد نظام الأسد استهداف المناطق المتضررة من الزلزال، محذرة من تصاعد العنف والانهيار الاقتصادي المتواصل، ومطالبة باستجابة عاجلة. المزيد في هذا التقرير. لا مناطق آمنة أو مستقرة في سوريا، فحوى تقرير جديد نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. التقرير أشار إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، منهم 11 طفلا، فضلا عن تضرر 6 مدارس على الأقل في إدلب، تزامنا مع بدء الموسم الدراسي الجديد منذ مطلع أيلول الجاري حتى اليوم 9 منه. ريف حلب الشرقي لم يكن أحسن حالا مع نزوح أكثر من 4,600 أسرة بسبب التصعيد، ما خلق ضغطا كبيرا ألجأ الكثير من الأسر إلى النوم في العراء، إضافة لتعليق العمل في أكثر من 56 مدرسة حتى إشعار آخر. لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا حذرت بدورها من تصاعد ملحوظ للقتال وانهيار اقتصادي متسارع،
كل ذلك على الرغم من إعادة الأسد وسلطته إلى جامعة الدول العربية. تقرير اللجنة أكد أن سلطة الأسد لم تكتفي بعرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، بل تواصل استهدافها بشكل متعمد وظاهر للعيان. من ذلك قصف سوق للخضار في إدلب أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 37 مدنيا. هجمات اعتبر التقرير أن العديد منها يرقى إلى مستوى جرائم الحرب. لا أمان ولا استقرار في سوريا، نتائج تشير لها كل تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة، مع استمرار الأسد على نهجه الذي بدأه منذ عام 2011. اتفقت الأمم المتحدة مع مكتب تنسيق العمل الإنساني على صيغة تمنح المكتب تفويضا للمنظمات الأممية بإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي في شمال غرب سوريا. جاء الاتفاق وفقا لمراسلات بين تنسيق مكتب تنسيق العمل الإنساني في إدلب والمكتب الإقليمي للشؤون الإنسانية السورية التابع للأمم المتحدة، حيث خلصت المراسلات إلى استئناف دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد التأكد من جاهزيته لاستقبال المساعدات الإنسانية. وأكد مكتب الأمم المتحدة أنها ملتزمة بالوصول إلى المحتاجين من خلال أكثر الوسائل الممكنة بشكل فعال ومباشر. تسبب القصف المتواصل من قبل قوات الأسد وقسد على قرى بريف منبج قرب نهر الساجور تسبب بنزوح معظم سكانها وحياة ممزوجة بالخوف والقلق لمن آثر البقاء بها. المزيد مع مراسلنا بدر كجك. قرى عديدة على أطراف نهر الساجور بريف حلب الشرقي تتعرض بشكل مستمر لقصف من قبل سلطة الأسد وقسد، خصوصا بالآونة الأخيرة. مازن من سكان قرية التوخار إحدى القرى التي يطالها القصف. يعاين مازن برفقة أطفاله الأضرار التي خلفتها تلك القذائف العشوائية والتي استهدفت منازل المدنيين. مقضينا كلها قذائف، يعني تصور أنه الأولاد صغار، يعني أعمارهم سنة، بنتي عمرها سنة صارت تعرف القذيفة، يعني عم تطب من عند وجهة الحزب كلياتهم عم يجوا لعنا. هون ما في، ما انه المنطقه كلها اهل بالسكان، يعني ما في انه لا عساكر ولا في حواجز ولا في نقط عسكريه، اكثريتها كلها عم تطب هون حد البيوت. لا يختلف الحال بين منزل واخر، فمعظم المنازل والمحال التجاريه تعرضت لاستهداف بقذائف المدفعيه تاره وبالرشاشات الثقيله تاره اخرى، وهو ما اجبر اغلب سكان القرى في هذه المنطقه الى النزوح ولو بشكل مؤقت. بعض العائلات عادت، لكن المخاوف لا تزال حاضرة في نفوسهم من تجدد استهداف قسد لمنازلهم. يقول له مخوف بيروح، ما تلحز انتم هالجقابين الرصاص، ما تخافون يا وليدي؟ والله نخاف. ما تخافون؟ والله نخاف يا ابني، بس بي الله شد الشو نموت رصاص، وقت تقول دم نركض نخاف تقطع بي الله. نقاط تماس عديدة بين قسد وسلطة الأسد من جهة والجيش الوطني السوري من جهة أخرى تصل إلى أكثر من 20 كيلومتر بريف منبج. وكما أكد لنا الأهالي هنا، فإن قسد وسلطة الأسد هم المسؤولون عن تهجير ونزوح العائلات من منازلها بسبب القصف العشوائي الذي تتعرض له القرى والبلدات على طول امتداد نهر الساجور بريف حلب الشرقي. بدر كجا، قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. منصات التعليم الإلكتروني المجانية تلقى رواجا بين طلاب شمال سوريا. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أقيم في مدينة عزاز شمالي حلب مؤتمر الدعوة النسائية الأول في الشمال السوري. شارك في المؤتمر قرابة 400 داعية وممثلين عن مؤسسات دعوية وفكرية وثقافية. وتطوير آليات تحسين المجتمع من الدعوات النسوية المشبوهة والتي نشطت مؤخرا بنشر أفكار وممارسات تخالف ثقافة المجتمع وأخلاقه وتعاليمه الإسلامية، أقيم على مدرج جامعة حلب الحرة في مدينة إعزاز شمال حلب مؤتمر الدعوة النسائية الأول
بمشاركة قرابة 400 داعية. أقول لكم أن هذا ما رأيتموه اليوم هو الصورة المشرفة للحرائر في الشمال السوري المحرر. هذا الشيء الذي نريد أن يصل للعالم أجمع، بأننا هنا حرائر شقائق الرجال، بأننا هنا مصانع الأبطال، بأننا هنا ذوي الأبطال من شهداء ومن ثوار ومن متعلمين ومن أطباء. حضر المؤتمر سيدات ناشطات من جمعيات ومؤسسات فكرية ودعوية، إضافة إلى ممثلات عن المدارس الشرعية. كما تخلل المؤتمر كلمات لممثلين عن المجلس الإسلامي السوري وهيئة الأوقاف والشؤون الدينية وجامعة حلب الحرة، ثمنت دور المرأة في العمل الإنساني ونشاطها الدعوي الإسلامي. المرأة هي ليس فقط نصف المجتمع، المرأة هي كل المجتمع، لأنه المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الجدة، فعلى المرأة أن تصلح نفسها أولاً وأن تصلح المجتمع بشكل كامل، فالمجتمع كامل قائم صلاحه على صلاح المرأة، فإن صلحت المرأة صلح المجتمع بالكامل. ناقش المشاركون محاور عدة أبرزها الأسرة وصناعة التغيير والعمل الدعوي في المحرر، إضافة إلى دراسة وتقويم مشاريع تمكين المرأة. واختتم المؤتمر بعرض جملة من النتائج والتوصيات والتي تمخضت عن النقاشات ووجهات النظر التي شهدها المؤتمر. انطلاقا من كون المرأة جزءا أساسيا في بناء المجتمع وركيزة رئيسية في نهضته، يأتي هذا المؤتمر لتمكين وتطوير الدعوة النسائية في المحرر للوصول إلى مجتمع أكثر تماسكا. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. تنضم إلينا السيدة أمية الحاج عساف، عضو لجنة تنظيمية في مؤتمر الدعوة النسائية، تحدثنا من عزاز. مرحبا بك معنا السيدة أمية. كيف كان التفاعل في صفوف النساء ربما بشكل خاص مع هذا المؤتمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذي الكريم. لله الحمد، تم بفضل الله وكرمه الانتهاء من فعالية مؤتمر الدعوة النسائية. حقيقة كان التفاعل رائعا من قبل النساء في النساء الداعيات في المؤتمر، وكانت يعني الحضور جميعهم كانوا بدعوة شخصية، ولو كانت الدعوة عامة لكان الأعداد أضعاف مضاعفة مما حضر من الداعيات، وكانت الداعيات داعيات صف أول من كل المؤسسات، من أكثر من 60 جهة دعوية تعمل في المحرر. أين تكمن الأهمية في مثل هذه ربما الدعوات واللقاءات؟ تكمن هذه الأهمية أن في هذا المؤتمر تم الحضور من كافة مناطق المحرر، من مناطق إدلب، من مناطق درع الفرات، من منطقة نبع السلام، ومن غصن الزيتون. فاجتمع في جامعة حلب وعلى مدرج الجامعة تحديدا جميع أطياف الشعب السوري في المناطق المحررة. هل تم وضع خطة؟ يحملون هم الدعوة والتغيير. هل تم وضع خطة أو ربما رؤية مستقبلية لتكرار مثل هذه اللقاءات؟ بس طيب السؤال أستاذ. كنت أسأل يعني هل تم الاتفاق على خطة معينة أو وضع رؤية لتكرار مثل هذه اللقاءات؟ نعم. هذا اللقاء يعتبر المؤتمر الدعوي النسائي الأول في البلاد، ليس في البلاد فقط وإنما في المنطقة، إذ لم ينعقد مؤتمر بهذه الخصوصية إلى الآن. نأمل من الله تعالى أنه يكون لبنة في العمل الدعوي ينطلق منه في كل سنة على الأقل مرة لتنظيم العمل وإحداث التغيير في المجتمع. طبعا كما تفضلتم، اللقاء الدعوي النسائي في المؤتمر ناقشنا قضايا، قضية الأسرة، قضايا تمكين المرأة، وقضية الدعوة النسائية. كان المؤتمر نسائي بحت، وتم دعوة بعض الجهات وحضر بعض يعني عدد محدود من الأخوة الذين قد يعني تفضلوا علينا بكلماتهم من قبل الجهات التي أتوا عنها. أشكرك يا سيدة أمية.
الحاج عساف ضاق بنا الوقت عضو لجنة تنظيمية في مؤتمر الدعوة النسائية، حدثتنا من أعزاز. قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا في تقرير إن نحو 52 ألف شخص يتعرضون لمعاملة قاسية ولا إنسانية في مخيمي الهول والروج الخاضعين لسيطرة قسد شمال شرق سوريا. وحذر التقرير من تفاقم معاناة السوريين بسبب القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، إضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان. وفي سياق متصل، كشف شيخ موس الأحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية لموقع العربي الجديد عن استكمال إدارة مخيم الهول استعداداتها وقائمتها الإسمية لإخراج عشرات العوائل والأفراد من أصول عراقية بالتنسيق مع الحكومة العراقية. انتقد الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة تعاطي حكومات بعض الدول مع اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، كما تحدث الائتلاف في تقرير عن أوضاع اللاجئين في كل من العراق ولبنان وتركيا والدول الأخرى خلال الشهرين الماضيين. واستنكر سليم إدريس منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف تصرفات الحكومة العراقية في الفترة الماضية من ترحيل اللاجئين السوريين وتسليمهم إلى سلطة الأسد وعدم الالتزام بالقوانين الدولية. وتطرق إدريس إلى ما ارتكبته السلطات اليونانية بحق الهاربين من الموت في بلدانهم، ولفت إدريس إلى نقص دعم المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق من قبل المنظمات الدولية. قتل مهندس عسكري في قوات الأسد كان يعمل في مشروع سري للوحدة الجوية التابعة لميليشيا حزب الله بغارة إسرائيلية قبل نحو شهر استهدفت مواقع عسكرية في ضواحي العاصمة دمشق وفق قناة إيران إنترناشونال. وكشف الموقع الإيراني المعارض أن المشروع الذي شارك فيه هذا المهندس كان يهدف إلى استخدامه ضد إسرائيل بتشجيع ودعم من الحكومة الإيرانية. وبحسب الموقع فإن هذا المشروع يظهر تطور العلاقات العسكرية بين سلطة الأسد وحزب الله منذ تعيين اللواء عبد الكريم محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان في قوات الأسد نهاية نيسان عام 2022، وظهر ذلك بوضوح بعد زيارته لإيران في أيار الماضي. احتلت المنصات التعليمية الإلكترونية مؤخرا مكانة هامة في تقديم العلم والمعرفة ليستفيد منها أعداد كبيرة من الطلاب المنقطعين وغير القادرين على دفع أجور المعاهد الخاصة والمدارس وخاصة في إدلب. كان لزاما على محمود التوجه نحو المنصات التعليمية الإلكترونية لأنه لا يقوى على الحركة بسبب إصابة تعرض لها في عام 2013 أدت إلى شلل نصفي. جاءت أو اتجهت للمنصات التعليمية عن بعد يلي هي تكفلت بالطلاب المنقطعين أو الطلاب يلي مثلا ما عندهم قدرة مادية لحتى هن يستمروا بالمعاهد ويدفعوا أقساط شهرية وإلى آخره. فالحمد لله رب العالمين، الله وفقنا بمنصة تمام لحتى نستمر ونكمل سلسلة التعليم تبعيتنا. في الآونة الأخيرة نشطت العديد من المنصات التعليمية، منها منصات تقدم الخدمات بشكل مجاني، ومنها ما يترتب على المستفيد دفع أجور رمزية ليس بمقدور غالبية السكان تأمينها. لذلك يتجه العديد إلى المنصات التعليمية المجانية التي أحدثت نوعا من الخدمات المتقدمة توازي التعلم الفيزيائي. مسارات الخدمات اللي بتقدمها نظام المعرفة المتكامل بيعتمد على أربع مسارات رئيسية. أول شيء هو مسار التعليم المدرسي اللي هو بتلقى فيه الطالب المنهاج المدرسي اللي بيخص طلاب الصف التاسع والثالث الثانوي، إضافة لمسار الأنشطة الطلابية هو المسار الثاني اللي مهمته مساعدة الطالب في، طبعا هو بالأصل هو مساحة حرة الطالب فيه يحكي فيها أفكاره، بيتلقى فيها بعض التدريبات تنمية مواهب الطالب، إضافة لبعض الأمور الحياتية اللي ممكن تساهم في مساعدته في الحياة اليومية. بعد ارتفاع أجور التعليم في المعاهد والمدارس الخاصة، وجد سكان الشمال السوري تلك المنصات فرصة جيدة تغنيهم عن التكاليف الباهظة التي لا تتناسب مع مدخولهم اليومي، لأن غالبية السكان من أصحاب الدخل المحدود. يعتبر التعليم عن بعد في شمال سوريا فرصة حيوية لتقديم التعليم والمعرفة للطلاب،
مع أوضاع صعبة يعيشونها، وهو يساهم في تمكينهم وتوسيع آفاقهم العلمية مع صعوبات كبيرة يعاني منها التعليم التقليدي. أحمد يد، لتلفزيون حلب اليوم، إدلب. بهذا نصل إياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.